بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله جل جلاله أن نكون ممن يصومون رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يقومون رمضان إيمانا واحتسابا. فأول من الشكر موصول إليه الإخوة القائمين على هذا المسجد الطيب المبارك وعلى هذا الصرح الجميل، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وفي جهودهم وأن يجزيهم خير الجزاء. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة الكرام، صلى الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لهذا الحديث جيدا، يقول عليه الصلاة والسلام: فاجتمع قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. فعشرون دقيقة أو 40 دقيقة، نصف ساعة أو غير ذلك، الله سبحانه وتعالى يغفر لك جميع الذنوب، بل هذه الذنوب تبدل إلى حسنة. فهنيئا لمن جلس لله، جلس لله وليس لعلان ولا فلان ولا فلتلان، جلس لله سبحانه وتعالى. هذه الدقائق المعدودة، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يقال لهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء. فإن شاء الله تبارك وتعالى في دقائق معدودة، كما ذكر الإخوة القائمين على هذا المسجد إدارة المسجد، فقال: لابد أن تكون الكلمة يعني باللغة العربية والريفية، أنسل كذلك اسم مسجد. وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى لتعم الفائدة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومٍ علاش؟ ليبين لهم. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. فإن شاء الله تبارك وتعالى نحن في شهر عظيم عند الله جل وعلا، وهو شهر القرآن، كما لا يخفى على أحد، فقد في شهر من القرآن. ولكن السؤال الذي أريد أن أطرحه وهو: هل غير القرآن شيئا من سلوكنا؟ ونحن نسمع كلام الله جل وعلا في التراويح ونقرأه ليل نهار، هل غير القرآن شيئا من حياتنا؟ القرآن أو مثلا ما هي غير شامل له؟ ولهذا أنا أريد، وهذا ما أدندن عليه دائما وأستسمح من الإخوة، لا بد إخواني أن نغير من سلوكنا، لا بد أن نطبق ما نسمع من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من المشايخ مروا في هذا المسجد، كم سمعنا من المحاضرات، كم سمعنا من الدروس، والإنسان لا يتغير، وهذا إشكال.
لأننا لا نطبق مع الأسف الشديد. بغيتو شوية الصلاة ولا غير نهضروا شي حاجة؟ شنو بغيتو؟ صراحة وأنتم صايبي صراحة ولا ما؟ الله يبارك فيك، نسكت دعوا عليا الله يبارك فيك، الله عز وجل. إذا لابد أن نغير شيئا من أخلاقنا ومن سلوكنا، لابد، ليس لنا الغير. فالإنسان يدخل عليه رمضان ورمضان ورمضان ورمضان، هو لا يتغير ولا يتبدل. ذولني ذولني رمضان ذولني ذولني، عياذا بالله، لا يتغير ولا يتبدل. مش نسأل لماذا؟ لأنه لم يغير القرآن شيئا في حياته وفي غياش القرآن. فمع الأسف فلا بد، نحن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن في دين الله عز وجل هدى للناس، ليس فوت، ليس النور، ليس الهداية، ليس الاستقامة، ليس سعادة الدنيا بالآخرة في القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مرة بيكون زهد القرآن، ولكن سنغلية الله غير القرآن، إن لم يؤثر فينا القرآن خلل، لابد أن نغير من أحوالنا. فهو شهر التغيير، نقول شهر القرآن وشهر الصيام والقيام وشهر الإحسان والجود والكرم وشهر الطاعات وشهر العبادات وشهر البركات وشهر الخيرات وشهر النفحات، كذلك شهر التغيير، لابد أن نغير. أخلغيض هذا التغيير، مش مسوى الخيال ان القران وضع غير طاشه. ولهذا مع الاسف ان ترى كثير من اخواننا هذا الله يعلم واياهم، يدخل عليه رمضان فينكب على كتاب الله زيان اتولي القران، ولكن يتصفح القران يقرا كانه يقرا جريده، اخبي قشر جريده، وهذا خطا. تراه يقرا بسرعه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الذي يقدر يقرا يكمل بالله. شغله الشاغل وهو أن يختم كتاب الله، وهذا خطأ، هذا خطأ يقع فيه كثير من إخواننا، لأن يظن المسلم أنه يريد أن يكتسب الحسنات، لأن جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفاً من كتابنا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف وميم حرف، نعم صحيح، ولكن هل هذا الأجر يأخذه الذي يقرأ القرآن بسرعة فائقة؟ لا أبدا، بل هذا يسيء إلى كلام الله، وليس تأدبا مع كلام الله جل وعلا. مع الأسف حتى لم يزور القاضي يضيع ويزور يكمل، يقابل البقرة يستمر مئة يوم يزور يكمل، ويجد خطأ غير صعب تصل حسنة. لا، إنما أولئك حسنة أولئك يشمر، يعني الحق يرحق أن يعطيه حقه، أن يقرأ بتأني مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هكذا كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ آية آية. لا يمكن أن نقرأ الفاتحة بنفس واحد، وهذا ليس تأدبا مع كلام الله عز وجل. إذا القرآن أنا أريد أن أشير إلى أمر مهم، أن نغير من سلوكنا تجاه كتاب الله. من الآن فصاعدا أقول لكم: اقرأوا كتاب الله بتدبر وتأني وتفاهم. غاب كتاب الله عز وجل شوي شوي، اغسل من الدخان، أتفهم من ذكر الزور به سبحانه وتعالى، أن نقرأ بتأني. ولهذا القرآن نزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك، علاش؟ ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته، أن تفهم المعنى من ذكر الزور به سبحانه وتعالى. وجد هو طبعا الذي يشغل الجوال يمر الضيال، لا، وهذا الخطأ. ليتدبروا آياته، يقول ابن القيم رحمه الله، احفظوا هذا جيدا، يقول ابن القيم: آية أن تتلو آية من كتاب الله بتدبر وتفهم خير وأفضل من ختمة بغير تدبر. أتخرج الآية أتفهم المعنى شوي شوي تستدبر أحسن، زي ما تغريت القرآن زوان على الكبد تدبر. ولهذا أنا أريد أن نغير شيئا من حياتنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى
حتى يغيروا ما بين انفسهم. نوجدوا الصراحه، انتم اللي تريدوا الصراحه، واش نكمل ولا نقلب؟ اي والله يبارك فيكم. اذا لابد ان نغير شيئا من حياتنا تجاه كتاب الله عز وجل. لهذا القران نسمعه ولا يؤثر فينا، لانه لم نقراه بتدبر. مش حيما نسمع القران وغادي تتقطع، ما غادي هو تسري شاسي مزدوغ النظوره والنظر ابدا. اذا نسيت نفسه، اذا نبدل اخواني، فهو شهر التغيير من الان فصاعدا على الانسان ان يقرا كتاب الله بتدبر. ويخسر لنا القران بتدبر بعيد، شكون اللي باغي يقرا بتدبر بعيد؟ واحد فقط، ثلاثه، عشره. ما بغيتوش هذا الامر ولو بغيت شرعي. لابد ان نغير اخواني، لابد ان نغير، اختصر لنا التغيير اخواني. فنسال الله ان يوفقنا للخير. وهذا القران كلام الله عز وجل، لابد ان نعظم كلام الله جل وعلا. الذي يقرا بسرعه فائقه هذا لا يتدبر ولا يتادب مع كلام الله جل وعلا، وهذه هي الحقيقه. ولهذا تراه يقرا يعني خدمات الان تباهي على الكويت، على الواتساب والفيسبوك واليوتيوب. انا قرات خدمه وخدمتين وثلاث. طيب ختمتها اولى ثانيه ثالثه، ماذا اثر فيك؟ ماذا غير فيك القران؟ من تسي غياب والي مني مني حمادي حمادي والي مني يقلب الدم. ولهذا نحن ندعو اخواننا ان يتغيروا في جهه التغيير. سواء بشجر الضرب واش نقسم شي حاجه قتوله قاعدني ذنبنا لكني يرحم الله سبحانه وتعالى. اذا هكذا لابد ان نغير شيئا من حياتنا. اذا ناخذ ايه من كتاب الله وانتم تحفظونها جميعا، الايه فقط حسستوا مزيان الله يبارك فيكم باش نعذب باش نسجل. طيب انت ايه الثمار ودائما تسمعونها والمشايخ يدندنون عليها، ولكن نهارا انغاص تدبر ان تفهم شوي شوي. يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. محفوظه وغير محفوظه؟ الامام كيقرا بها، اللي كيجي يدير بها دروس وغير ذلك. ولكن خلينا اليوم ان شاء الله نتدبر هذه الايه فقط. أن نتدبر للآية، أن نفهم الآية من زغ يخص ربي سبحانه وتعالى. ثم ماذا بدأ؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. من يخاطب؟ الذين آمنوا المؤمنين يخاطبكم ويخاطبنا. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا شنو خصنا نديروا؟ نسمعوا مزيان ولا لا؟ أن نحس مزيان من زغ يخص ربي سبحانه وتعالى. لهذا ابن عباس قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغي له سمعك، تحس مزيان. يا أيها الذين آمنوا، طيب نعطيه مثال. دابا كان شي واحد عنده الوجهة في الدنيا، وزير ملك رئيس وغير ذلك، المهم شي واحد عنده يعني معروف، غايجي غايتكلم معاكم كيوم السيول، أنا تحسمني غلا؟ إيوا أتحسم مرة خزان دايس كتشوفوا شنو كيقول بالتأني ولا لا؟ فما بالك الله جل جلاله سبحانه وتعالى يخاطبك: يا أيها الذين آمنوا. اخسد تحسد، أتقعد نتشاغلوا، أتعجيج نشيع الجور، أتقعد نذمن الخدمن، ما غايت خطب ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. معنى كتب؟ فرض عليكم الصيام. قولي غيجاوب الناس كشغل الجوائز، ايوا الجوائز ها صافي. واش بغيتو ولا بلاش؟ انا يعجبني المشاركة، تعجبني الحماس، اني اخذ ورد باش اتفاقم ورنش ها صافي. ولا الا كاين شي واحد في هذيك الحركة بحالي يجي يجلس حدايا باش نخاطبو. كاين شي واحد ها؟ لكن يحفظ الله عز وجل. كتب عليكم الصيام اي فرض عليكم الصيام، فرض خلق الله عز وجل، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو فهم زين ما معنى تتقون؟ هو بعض الناس قال لك لا لعلكم تنامون. رمضان شهر النوم عياذا بالله،
يقارش لا رمضان جيل لعلكم تتقون لا لعلكم كان مخصن غنطس. بعض الناس كي ينعسوا بالنعاس رمضان كيفرح ليه لأن رمضان بالنعاس. بعض الناس كان قبل شهر أو شهرين يقول اللهم بلغنا رمضان، كان جمعوا في الفيسبوك والواتساب وغير ذلك، اللهم بلغنا رمضان. علاش باغي انت رمضان؟ واحد باغي رمضان باش يدير تجارة، واحد باغي رمضان باش ينعس، كل واحد اش باغي رمضان. لكن ليس الشأن أن يبلغك الله عز وجل رمضان، ماذا أعددت لرمضان؟ ماذا تريد أن تعمل في رمضان؟ ماذا سيغير فيك رمضان؟ ها قشوم يقن السؤال وين في خصنا نمشي إخواني باش نبدل باش ندور مليح باش غنغيري كلشي مزيان باش نتفق نتحد. ولهذا شن مار نتعيش دي الفوضى مع الأسف الشديد أخمي قنغير غاب ما لا نتحد ولا ليست لنا كلمة، لأن يعني متنازعين متفرقين مع الأسف الشديد. إذا لعلكم تتقون مش لعلكم تنامون. واحد ناعس كينوض باقي له 4 ساعات المغرب باش يقيم 4 ساعات أدي كاس بيز غيفي يقول لك بعد غيمشي ياكل ديني بعد يقول لك اللهم لك صمتو يتحشوني دين. هذا كيضحك كيصوم 4 ساعات بعد كينوض في ديك 4 ساعة إلا هضرتي معاه يقول لك خليني راني صايم. أجمعك في النجم أنا صايم وأجمع له عذريخ في النجم خصنا غير نعذر وهذا المعقول. أنا عذر مشيد النعاس رمضان مشيد النعاس رمضان خصنا نعسو ماكسيموم 4 سوايع 2 سوايع 3 سوايع بركة 4 سوايع ماكسيموم. ولكن ماشي نفيقو نطلعو فماغي كريستين ولا طلعو هبوط سوسيتكم كذا، لا. الجد والاجتهاد العبادة في ذلك فليتنافس المتنافسون. الخدمة في رمضان وتجيبو يرز الخدمة الطاعة صدقة صدقة تلاوة القرآن تلاوة القرآن تسبيح تسبيح ذكر ذكر. كل واحد المهم يشتغل مع ربك سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصف تبدل العبادة يبدل نوافل قراءة القرآن تسبيح ذكر وغير ذلك تصدق يجيرن أتقل تجيرين المساكين الأرامل وغير ذلك. المهم من طاعة إلى طاعة رمضان. ولهذا لابد أن يغير فينا رمضان. ولهذا قال أحد سلف أثر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا أدري صحته، ولكن أثر على السلف قال لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء وتجيبون مع النزوم من نجد نهار ومشي كيف كيف. لا يخصك يظهر التغيير أدير بلا تزمر ماشي يظهر عليك بلا صيم فشلان كتمشى فيك النعاس في الزنقة فيك النعاس في المترو ناعس في الطوبيس ناعس أنا الدقة صح. لا فيك بد وحتى أنا غنقول رسالة الناس اللي خدامين مع غير المسلمين إياك يبان عليك الفشلان لاك يا خدي بان تبشر تموض الطاقول كتبشر قزم. لا ما تخدم غير مع غير المسلمين فيك يخسر يقضي ضعب الله غير القوة. جل معارك المسلمين بالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت في رمضان. وش يبقى ما كيسي وزن ما يموت ويفشر من حال التموت يوضع شلان. لا لابد. إذا رمضان ليس شهر النوم إنما شهر الجد والاجتهاد وتقوى الله عز وجل. إذا لعلكم ماذا يواركم معايا وياك لعلكم تتقون. بعض الناس قال لك لا لعلكم تأكلون. رمضان شهر الإسراف بامتياز. رمضان شهر البطن شهوة البطن عياذا بالله. رمضان الماكلة فقط قال لا شريفين لا رمضان الصيام زعما قنزوم قنزوم وجي الماكلة وها. بعض الناس يأكلوا صافي أويد مخميكا يعني سبيراتور جمعوها قال لا شريفين رمضان زمي اخسخ الدين ظهامانيا مع الاسف. واش قنزلغداني قنزلغ كيوم ديال لاكن زلغ جو سيغوم والله العظيم تاورد هاد السلحي ترخدنيني ولكن سمح تيقدني ميني الصراحه بغيتو الصراحه مخير فينا. كان كيخرج واحد البلاستيكات زبل في الاسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس كيخرج وحده وحده شحال كنخرجوا دابا هو معقول اقل شيء 3 ولا 6 في السيمانه 3 نهار الاثنين و3 نهار الخميس. والشهر الأكل لنا
بامتياز والإصرار عياذا بالله، والله ستسألون ونسأل أمام الله عز وجل على حبة أرز رميتها في القمامة. أشي حاسب ربي سبحانه وتعالى حبوش نار الرز انضاد الفراد مش حان طاو فراد مش حان انضا وصرش انضا زعف انضا زعف انضا حتى طاو النمر خوانا في التنقع يزعفين الطا ياكل شوية يرمي. شهر الإسراء لابد أن نغير، ماشي شهر ديال الماكلة، شهر ديال الصيام بالصح. يخصنا نغير، هدرنا أول تغيير تجاه كتاب الله عز وجل، والتغيير الثاني أن يكون ماشي شهر ديال النوم، شهر الجد والاجتهاد. التغيير الثالث ماشي شهر ديال الدلع أكل، ها الله يبارككم، غير شوية فقط مع المغرب ثلاثة حبات التمر، ربعة خمسة، خمسطاش ماشي مشكل، شوية الماء غتصلي مع خوتي وتجي تاكل غير شوية. إذا كان لابد ديك الحريرة، أنا والله العظيم كنت عجب كيقول لك لابد الحريرة، لابد زحرة، واش الحريرة من الشرعي راه عندنا في القرآن، كلوا اشربوا الحريرة في القرآن، فأنا خشى ميمي لابد يوديت من غير المغافل نفس مش حي من غينا عباد الله من غنخ كنور يدبزوا على قصبور يدبزوا على معقنوس على لطيشان من غزي الحرام أنا لو تستنش ماذا يتوي المشكل. وشوف وانتبهوا إخواني، وإحنا مع المغرب كيفاش كتكون الطبلة ديالنا خاوية كاملين بيكم بدون استثناء. واش الطبلة ديالنا خاوية؟ أبدا عامرة. هذا من فضل الله عز وجل، من نعم الله عز وجل، نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. طبلة عامرة، ها نسمنها خرينغو، ها لومبياس، ها بيتزا، ها الحريرة، ها القهوة، ها الشباكية، ها الشامية، ما نعرف شنو، ها اللوز، ها القرقاع، ما تيش كلشي ديني. قال لك واحدة بعدا إلا رميتي درهم ما يتيحش على الطبلة، كيتيح إما على نسمن ولا على بغرير ولا على المهم توضخ الماكلة. ماشي هكذا ديال وعاود واحد الله يرهاق يلهف خميت غماس ميشادات عما يغزغا ساعة الثانية مو فوقاش واقف على الطبلة واحد ربع ساعة قبل الماكلة قبل المغرب أربع ساعة قبل المغرب يبدا غير ما كيوجد في الدار ميزي غير لا ماشي لهم فيها لا ضب اللي خستا لا لا تشتا في الدار في الدارات له باش غيبدا هو غير يسمع الله أكبر دايخ كلشي طحن ياكل وصافي ياكل وصافي ياكل من بعد من ياكل كيفاش؟ غطلع ديك السخانة غادي يرحمو واش غادي يصار حيطان غادي التلفزيون عند التلفاز يتفرج في الكاميرا الخفية ولا المسلسلات المدبلجة ما أدري إيش عياذا بالله. وهذا لا ينبغي غير شوية الواحد ملي كيكون سخون واش يمكن له يدير التراويح؟ لا يمكن لا يمكن لا يجي معاه غير هذاك كلينيكس كل مرة يدي مسح ثاني يدي مسح عاود يدي الساس عاود يدي هكا قيد زاد جا أمسح سيدي يدي الساس تنغني عاود رشي تنغني مسح الساس يدي الساس أقديني مسح هو يخسس دوتشا علاش لأنك لا بزاف واحد صليت معاه عنده الساعة كبير مسكين صليت معاه جالس الله أكبر كيدير أوف أوف يخسني الشرف قيدني بغا يدي صوف سني لأن عنده ديك الحرارة. وهذا لا ينبغي إخواني، لابد أن نغير من سلوكنا. ما نأكلوش بزاف مول العشاء بغيتي تأكل كل حتى الأكل أرى عندنا الميزان ستر الله عز وجل قال لنا مش حال نأكله ماشي غير كل ثلث للطعام والثلث للهواء والثلث لماذا؟ للماء للشراب الشراب. والله يبارك فيكم انتم كاملين شكون اللي كيدير هذا الثلث والثلث والثلث نعطيه له جائزة سيدي حتى واحد يعني أنا الدمار حتى الفقيه حتى هو يدير هكذا بقى سعر فكير الله يحفظك السعر الله يبارك فيك. ألا الشريفين لا ماشي هكذا غير شوية باش تقوم خل عبادة شهر القيام هذيك اللي كلا بزاف هو اللي كيدير الأول باغي يضرب فيه الهواء يزول يفتو عاود البال ديالو لا يمكن يكون عنده كتاب الله ما يمكنش ويزم ديري البال الناس غامين يلقى السي عبد الكريم لا يمكن لان الهاق يدز يحب وهذا اشكال لابد ان نغير من سلوكنا
أقشم يكون السور باش عن غير العبادة أن تلذذ بقراءة القرآن، أن نتلذذ بكلام الله جل وعلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. علاش حنا يا والو هذا الجسم هذا المضغة ما كتحركش؟ لأن الله هي مع الأسف الشديد. إذن المسألة الثالثة، لا بد أن نغير من سلوكنا، أن نبدل. إخش لأن بعض المدن يتسدحا إقاش قابدر وإخش غادي لا تغير. وأنا نقول واحد نصيحة أخرى دابا جات لنا، راه ما كاينش موضوع اللي هكذا صافي يسمحوا لنا. أحيانا كيجيو لنا الناس ديال الناس اللي كيصليو غير رمضان مثلا، وكنعيبوا عليهم نقول له هو صحاب رمضان دخل. علاش ما يهمني؟ بالعكس هذا خصنا نفرحوا به. يا استاذ نيس نفاح حسيني مرحبا نغلا نفرحوا به. إلا قلنا له صحاب رمضان هذا يفرح ماني غير حاق مول شي شاب اللي غرغر بيني. لا يا اخواني، سيدنا الغامض نجروا عندنا مرحبا مرحبا. والحمد لله السي رشيد عنده هذه الخصله، نسال الله ان يبارك فيه صراحه، وانا كنستشهد به يعني ماشي مجامله، والله انا اقولها لله عز وجل. كاين بعض المساجد تدخل الله يحفظ منقبض يعني كره في ديك المسجد من خلال تصرفات الناس. وانتم تشوف نعم عليكم هذه الجماليه والاتساع، خص يكون انا غنقول اقتراح يكون واحد جوج لابسين مزيان يبتسموا عند الناس مرحبا مرحبا. والله لا تؤثر في القلوب، والله هذاك اللي ما كيصليش يبقى دائما يجي يصلي ردات في تسديد زرجع. اذا نض معليش نقول هذا معليش، البارح مشيت صليت واحد الجامع بلا ما نسمي، فسبحان الله عندهم ديك الباب باش ندخلوها معكشه. طيب وانا دفعت شويه والو، من بعد انا دفعت فيها دفعت شويه بالجد، تلاقاني واحد يعني قد نقيسو توبات حكمه اشعل معايا اسمي اللي يخدم. اول مره كندخل ذاك الجامع قال لي واش ما كتشوفش؟ انا ساكت بارد، انا سكت. قال لي ملي اشوف، قال لي شوف ملي غتفتح مره اخرى الباب فتح غير بشويه دير غير هكذا. قلت له الله يجازيك بخير، هذا مره اخرى عمرو نجي هنايا فهم؟ أبدا عاد فهم بلا دار معايا غلط، شتا الرسالة فقط، شيغات الرسالة وزوجتيني، أو تجيبو يا من يشتري بينو، أنت بعد قد كي ديك محظوظ، ما يتلقى ديك شينيش؟ لا، ماشي هكذاك، نسيت أنا ما عارفش، أي كاد كيدي، في الأخر الناس ما نجيش، أضحك، قلت له شتي، خرج معاك الصح، أبدا يضحك حتى هو عنقته وكذا، قلت له سمح لينا وكذا. باغي نعطي له غير رساله ماشي هكا، سنرحبوا بالناس. وهذا راه باغي التغيير اللي جا، ومش حال الاباء حنايا ابتلينا بهذا الدروس وهذا المنبر ابتلينا، احنا لسنا اهلا لذلك. ولكن مع الاسف والله كيجيب لنا اتصالات بعض الناس الكبار السن، وكيجيو عندنا الناس الكبار كيتشكاو لينا والله الا طاورم، قال تهز الاب يتروي قارش مي فغيفوز ولدي خرج لي باغي نجيبو للجامع كذا وكذا وكذا، شفاي صغامين ديال الجامع. مع الاسف الشديد، صلى الله ان يهدي الجميع. اذا لعلكم ماذا تتقون، لابد ان نغير من سلوكنا. طيب معنى التقوى شنو هي ديك التقوى؟ هذه التقوى هي للتغيير. الى فهمنا شنو التقوى والله العظيم الا فزنا ورب الكعبه. مازال ما فهمناش التقوى، مش حاد المشايخ كيغوتوا على التقوى، التقوى يتقي الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا كذا يتقوا الله يتقوا الله، ولكن مازال علي ودان وفهم له ميقان التقوى. خصنا نعرفوا المصطلحات في الكتب، امهاتكم في الكتب جميع كتب علماء قبل ان يشرحوا يبداون بشرح المفردات، غيشرحوا المعنى الاول مزدوان غادي يشرح المعنى ومثقل، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصور كما يقول أهل العلم. ولازم نعرفوا نحكم خيش بحشوات نصير، خو مثلا شيء دايج من كتاب، طيب وين الكتابة؟ إذا ما لهيش من دايس، ما لهيش من دايس، ما الدكتور صغاري وهاني، لا يمكن سيضغى، خصني نقرا عنه نقول لك شنو فيه. أما من خلال العنوان لا يمكن نحكم على الكتاب من خلال العنوان، لا يمكن، لا يمكن. طيب إذا خصني نقرا، إذا خصني نقرا عاد نحكم على الأمر. إذا شنو هي التقوى؟ ولهذا كتلقى الناس الواحد غير تقول له اتقي الله
يشعل معاك كي يديك راسي ديري اتقي الله باش ني مين كير مين اللي قال اتقي الله ويفهم من ان تقول الله عز وجل. اذا التقوى باختصار هو حفظ الشيء مما يضره ويؤذيه. اتحافظ خيجن حاجه هو شي ضاري حاجه انك تغاك تعز غاك تقصد هو الضاري شا من دي صغير تقيد اخاص تحافظه. مثلا لوش تليفون هذا الهاتف باش نحافظ عليه من دي صغير ها راكم صايمين من دي صغير عشان قابله والله اوحى اوحى الحجزه يا حزه اوحى اعجبوش الجائزه صاحب اوحى أو قيمت الزادي باش نتسى شيء كذا. طيب اسم كافرك نديرو الغلاف علاش؟ باش ما يخبش ما يتهرش وياك. علاش؟ لأن عندي تليفون مهم هذا الشيء مزيان مهم تحافظ خاص بيه خاص يخرج. أقشو ميقان تقوى اللغة. مثلا شي واحد عنده سيارة. سيارة جميلة شراها من الله ميزو. واش غيخليها في الشارع ولا يدبر ليها شي كراج؟ ما تقلي الشارع غيزيد الكراج. ما يمشيش الكراج. باش غادي يحافظوا غادي يشيل مدبر ولا مزوري في شنو ولا يعجن ولا لا؟ هكذا اخواني. اذا لا بد ان تهم عن التقوى حفظ الشيء مما يضر ويؤذيه. غانت غادي نسترد كاين دي مغارين؟ سي راشد كاين؟ ما كاينش. طيب اوزو باش نجي الميدان د مغارين كاينين؟ قاسم تنوش ما عرفتش واخا ما راه كاين دي غنصح تسنت ما راه غادي تجي نشاك اني نصيبو ناس متفاهمة صافي تغيير هذا هو التغيير. مثلا امي قال شي نيشتغاس المضمه عندها تاع حزنت الذهب شو ما ظلم شي نيشتغاس تاع حزنت الذهب تقيت لي كوزينه دوك الصالون في الدخله اللي عندها مضمه واش كتحطها في الكوزينه ولا في الصالون؟ لا يمكن. واش كتحافظ عليها المراه ولا لا؟ نقارس مزيق ذبوح بر النس كلشي شفتو شي لا حزنت مني قاش خط احمر واش تحس بشحال تلك باش غتحافظ؟ أول حاجة المضمة كديرها في القطن تقي في القطن باش ما تخبش ها واحد شوف واحد المحافظ بعدها كديرها في واحد البلاستيك بيض تقي في البلاستيك باش مرات باللحفات علاش؟ باش ما يلقى ما يكونش فيها لوميديتي فوخت بالهولندية لوميديتي سقان اسم سقان في البرازيل أيوا لوميديتي ها اثنين من بعد ديك البلاستيكة كديرها في واحد الصندوقة صغيرة كتبلع عليها ها ثلاثة شوف شحال تبلع وديك الصندوقة غالبا كتكون في الماريو في لاغموار كتبلع عليها أربعة ولاغموار كيكون في واحد البيت النعاس كتبلع عليها خمسة وبيت النعاس عنده الباب ديال الدار داس ستة باش توصل للمضمة يكني ويا يا زلمين غامعوا 500 نيرة مقرا تيقوقوا عندهم مقرا ما مشى ديك 500 الكبيرة كيفاش كتخليوها في الكوزينة ولا في الصالون ولا كتحددوها في مس بلانشان خلي واحد والله مي غبي يطاع عجب الصداع اصل والله ما دير قيم الباب مع المغرب ديري ترونسفير ما توقفش لان عزيز علي ديك 500 حفظ الشيء مما يضر ويؤذي شرعا هذا هو البيت القصيد شرعا ان تجعل بينك وبين سخط الله وقايه أن تجعل بينك وبين معاصي الله وقايا أن تجعل بينك وبين نار الله عز وجل وقايا. إذا استساوى وطي المذي المحذور وطي المذي الحرام تقريج من فريج عشق الحرام. وأحسن تعريف الذي قاله العلماء طبعا جاء تعريف عن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا وغيرهم ولكن أفضل تعريف ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله جمع هذه التقوى في كلمة جميلة جدا واحفظوها بارك الله فيكم. يقول التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نعود لي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. اسمع زيخ أتقي الطاعة إيش يوم أزيس ربي سبحانه وتعالى وجي من نواها لا إنما تقيد على علم مش نوم مش لنغيوما النبيذ ربي سبحانه وتعالى ثم ما من كلمانيا بشرار بذل المجراجع
المعصية عاود نبعد في المعصية وجي مني ويخسر غنسن بالله هذا المعصية غنسن بعاد أتنسن على علم وبصيرة ثم أنقوذ زي ربي سبحانه وتعالى. رجل أجر مدين دين تخسن رجل أجر ثواب أنا سراجع سمازيت عشان ويش الماني عشان ويش الماني صدق قال سراجع عشان ويش نغريني الأجر قال سراجع يعني في ضرب شي خمس خلع عمل نيك الجد صافي مزيان أنشرح أكثر يعني أن تعمل بطاعة الله يعني الطاعة ما نديروهاش هكذاك وصافي لأن العبادة شوفي إخواني بارك الله فيك العبادة التوقيفية لا يجوز نديرو أي عبادة إلا بنص شرعي لا يجوز صلي إلا بنص شرعي لا يجوز تزكي إلا بنص شرعي لا يجوز صوم إلا بنص شرعي لا بد من نص شرعي العبادات التوقيفية لا بد لها من دليل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أما الأصل في الأشياء الإباحة كل شيء حالات تيجي نص يقول لك بالله أن هذا حرام إذا الطاعة طيب نعطي واحد المثال الله يبارك فيكم مع الأسف الشديد شحال الناس كنصليو كنصليو ولا ما كنصليوش مسجم مرة ماشي مش مساكوريش الصلاة كل واحد كيفاش كيصلي وهذا خطأ لأن ما درناهاش على نور من الله يعني على علم وبصيرة على نور من الله دابا ناخذ غير في الصلاة أمثلة كثيرة غير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام غادي بن مخمي غير الله أكبر ماشي تقافعي بس الناس واحد كيدير الله أكبر واحد كيدير الله أكبر واحد كيدير الله اكبر واحد كيدير الله اكبر واحد كيدير الله اكبر واحد كيدير الله اكبر واحد كيقول لك ارمي الدنيا وراءك ثم قل الله اكبر فاش ما يجيو ملي يعاودوني كي قاش نضال الدنيا غادي فتقل الله اكبر واش حنايا الله يبارك فيكم حنا في غابه كل واحد كيفاش كيصلي ولا عندنا مرجعيه واحده علاش نختلفوا في الصلاه علاش كيختلفوا في الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم شنو قال لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم إذن عندنا الخالق ستغير فاش غنغيرون رجعوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي زج مجرد فيم زج غنش وجمش زج فلان ولا عيدا وغير من أكبر العلماء ليس لا نقتدي به نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لكم في وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ماشي اللي قال فلان علا النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى غنصليو هكذا ما زال احنا يا بعض الناس لا يحسن الصلاة ليس على علم وبصيرة إذا نتعلم على علم وبصيرة نفعل الطاعة على علم وبصيرة ونرجو ثواب الله أن تراجع الثواب من ربي سبحانه وتعالى الأجر ربي سبحانه وتعالى من داش يستوجد ربي سبحانه وتعالى خل عمله هذه الطاعة والمعصية أن تترك معصية الله فقط تتبع المعصية لا 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 على نور من الله يعني على علم هذه معصية معصية خصك تعرف بالله هذه معصية وكذلك تعرف العقاب ديالها باش الإنسان غيخاف تخاف عقاب الله مش حد الناس يقع في المعصية كتقول له هذه حرام يقول لك واه السنف كان عرف لأن ما خافش ما داش ثانية يخاف عقاب الله الأولى خصنا نشجعوا الناس نعطي له الطاعة الخطأ اللي كنديروا مع ولاد نتاعنا كتقول له زيد صلي إلا قال لك لا تقول له غتدخل جهنم وهذا الغلط ولا تقول له يلا تصلي إلا ما صليتيش غتمشي لجهنم هذا غلط قلبها قل له يلا تصلي إلا صليتي غتمشي لجنة بحال بحال واه ولا لا إذا خصنا نحسن طريقة الكلام فالأول دي الطاعة نحثوا على الطاعة حتى في المعصية إذا المعصية نسمي ذات المعصية ولهذا حذيفة بن اليمان رحمه رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون عن الخير يعني الصحابة كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر علاش مخافة أن يدركني باش غادي يسوطي إن شتوغا الصحابة تسقسل مرة خرخة إن شتوغا تسقسيق خشر باش غادي يسوطي شوف غزير فهمة من يروح قليل اللي كيسقسيك على الخير احنا مع الأسف كتلقى الناس يعني طيب يحو في المحذور وفي الحرام عادي اتصل بكسي عبد العزيز وقعت في نهار رمضان على زوجتي ماذا أفعل بغى قنتيرة بغى ضبولة لا اتق الله خف من الله عز وجل قال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر علاش مخافة أن يدركني تبغى غادي يسوطي
وللأحسن من قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. هذه سيوضة إخسن غنسن الشر أنسن العقوبة. كم من الناس نحن نعلم جميعا أن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك أكبر الكبائر. الإنسان الذي يشرك بالله عز وجل مات على الشرك فهو مخلد في النار أبد الآبدين. وعلاش الناس يقعون في الشرك وخاصة الشرك الأصغر؟ نعطيكم أمثلة بسيطة لأن الوقت يداهمنا. مش حال الناس يحلف بغير الله، مش حين يتزج بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. طبعا الشرك الأصغر، ولكن خليها على ظاهرها باش الناس يخافوا. من حلف بغير الله فقد أشرك. أشرك مش حال الناس يقول لك أحط هذا الطعام اللي تشاركنا وهذا المجمع اللي درنا وحق سيدي رسول الله كيزيد فيهم عام أحق شغلاتي الدمامين حلف بغير الله وهذا لا ينبغي. ها مش حين القاس أحق مونيتا أحق تمجح تنشاش أحق طب أحق قريب إيجا جواها عياذا بالله. أحق سيدي رسول الله أحق للمتا مرة والشرك. كم من الناس يستغيثون بغير الله وهو يقع بالشرك يدري أو لا يدري؟ شحال واحد من كاين كيقول الوالدين سيدي رسول الله بابين وحنين يستغيث بغير الله يوقع له شي حاجه شي اكسيد رسول الله هذا استغاثه بغير الله. واحد زادها مولى عبد القادر الجيلاني وقال شيني مزيان قناه مولى عبد القادر الجيلاني والمجرم واحد المجرم كان مجرم ملي كنقول مجرم راه مجرم بامتياز انا ما هاد المصطلحات كنهرب منهم ولكن خرجتها راه 100%. هذاك المجرم كيغني قال لك قال بلا ما نسميه ولكن مجرم قال لك عيط العياط في الواد الخالي اذا ضاق بك الزمان فقل يا عبد القادر الجيلاني. شرك بالله سبحانه وتعالى. اذا ضاق بك الزمان شنو غنقولوا؟ يا الله اش من عبد القادر الجيلاني وشف. اذا خصنا نعرفوا ولا الشرك خطير. يقول كان عرفه هو يحلف بغير الله. عندنا نص قرآني أحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا كيف حرم الربا شيني ولكن أحقا قالوا لي شوف ولكن قالوا لي أحقا قلعها قلنا ني أحقا يجنقا كذا ما ني غاكسي تسني. أحل الله البيع وحرم الربا انتهى الموضوع لا اجتهاد مع النص. واش كاين قريب حرام اجيني كان عرب كيزيد فيهم قل ما نعرفش بعدا لا على الله عز وجل ان تعذر بجهلك ممن يقول انه يعذر لجهله يقار شنو ولكن شحال كنعرفوا حنايا كنقولوا عاود خصنا نقولوا الربا ماشي يقولوا حرام فقط خوفوا بالله عز وجل فاذنوا بحرب من الله ورسوله سجدي خصنا نشكر ربي سبحانه وتعالى اتقدر رحابك شي ضرب زعما. نسأل الله الهداية للجميع. مشكلة يبغى خوفوا بالله عز وجل يقول له راه هذه حرام اشتري بها لما ديرها ساغي انتهى الموضوع. شحال من الناس كنقولوا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كملوا فليقول كامل محفوظة تطبيق عملي تطبيق عملي هذا هو التغيير الذي نريده تطبيق عملي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت أذين الخاني غادي يسقى. قارنه بالإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر لعظمته ومش حين يوذان كي يأكل لحوم الناس السور قماس عباد الله الغيبة والنميمة. يقول لك الغيبة اللي كنقول راه فيه هذه هي الغيبة إلا قلت اللي فيه أما إلا قلت اللي ما فيش هذا بهتان عياذا بالله. ما راني لقيش وماش مين دا يسأل الغيبة تقول ما تغمز الخسم هو هذا الغيبة ما لقيش حركة يموت الغيبة شحال من قشر بوتي يتوز شنو يقول قشر بوتي يتوز. قال الغيبة لا الزلاد قشي يجند الزلاد قش تغزى تغزى واش تجي تغزى عياذا بالله مر الغيبة. وشنو قال دابا غتبين بالله الغيبة تقول العقوبة. أبشع مثال في القرآن يقول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واش نهار تصور شي واحد كيمن كيهضر على خوه يجيبوا له خوه بلحمه ودمه من امه وابيه يحطوا له على الطابله هو ميت
وكياكل فيه ماشا ما ظلمت شي نيجي تسددو ماش دي باباش دي ماش الطبرة يموت يموت تتدي زمان لا يمكن. وما زال الناس يتكلمون في أعراض المسلمين يتكلمون في وعياذا بالله من يتجرأ ويتكلم في أعراض العلماء وأعراض الدعاة وأعراض أهل الخير عياذا بالله. ابن عساكر يقول لحم العلماء مسمومة ومسمومة لحم العلماء أبير يسيو ذير فقير باع ذير فقير جي ترانكير فقير رفقيد ولا الزماغنش ولا تشك رفقيد غاس كلام الله عز وجل قذمان الناس احترم كلام الله عز وجل في جوفه أن نحترم. بعد يوذي شني قال فقيد مسكين ما يمي مسكين أش كي جذر مسكين تقرأ القرآن. كان بعض الناس يتكلم في العلماء وهذا إسقاط الرموز. بعض العلماء قال هذه حرب إسقاط الرموز. علاش حنايا كان موالفين النوم نتقد في حاجه تخرفقيت كنديروا النكت على الفقيه علاش باش الفقيه زعما ما يبقاش يسوى نبقاو نهضروا في العلماء الكبار وكذا باش يطيح ما يبقاش الهضره ديالو تسمع. وهذه حرب اسقاط الرموز وهذه بكثره. يقول امام احمد رحمه الله يقول لحوم العلماء من شمها مريض ومن اكلها مات ونتغش من وعاء اليرج. اما ما لاش تموض شي مذور عياذا بالله. كتلقى واحد والله لا يحسن الوضوء وسمحوا لي على هذا الكلام ويطعن في كبار العلماء. ماشي نعاود نقول عاود العلماء غير اللي كيظهروا في الشاشه. ترى عندنا علماء والمغرب زاخر بالعلماء والمغاربه عندهم علماء كبار ولكن الاعلام اقصاهم عياذا بالله. صلى الله ان يحفظ لنا علماءنا وان يحفظ لنا فقهاءنا. صلى الله ان يبارك فيكم. إذن هذه هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نزيد خمسة دقائق باش نوقف نزيد ولا نوقف كما بغيتو نتوما. طيب بضغط الشغاع مدرك. طيب سمعوا مزيان سنها التغيير يكون فينا أن نخاف الله عز وجل. معنى التقوى اسمعوا مزيان أن تستشعر عظمة الله عز وجل في قلبك. أتقدر ربي سبحانه وتعالى خميد أشغل الشان فرصة خصدة تحرن شان حاجة أتفكاد ربي سبحانه وتعالى خمي خصدة تلتون المعصية أتفكاد ربي سبحانه وتعالى. أن الله عز وجل مطلع عليك لا تخفى عليه خافية يعلم ما توسوس به الصدور وما تكن القلوب وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هكذا وهو معكم اينما كنتم سيضرب قد كاين غيتوالى نغيت سريانا اذا مريت وريانا اذا كيسمعنا عفوا اذا كيشوفنا اذا ما خصناش يشوفنا في واحد المكان اللي لا يحبه ولا يرضاه. يسمعنا لا يسمع منك شيئا لا يحبه ولا يرضاه. أقش ثمرات عقيده. بعض الشباب يقول لك تكلم لنا على العقيده. طيب لما تقول له السمع ان الله سميع بصير يقول لك السمع ليس كسمعنا. هذه المحفوظه في العقيده الواسطيه والعقيده الطحاويه والعقيده القيروانيه وغير ذلك. نعم زين ولكن اين الثمره؟ من يجد ثمره العمل؟ ان الله يراك أن يتقي الله عز وجل في المكان المناسب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم زد ذكروا الله في الوقت المناسب ذني ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أقش ميقان التقوى وذ الميزان الإيمان. فوقاش كيعرف راسه واحد يتقي الله عز وجل من كتعرض عليه شي معصية ما يشوف حتى شي واحد ثم يقول إني أخاف الله. هذه هي المقياس. مش حد الناس كيجي يصلي مع الناس ما شاء الله كيدير الصلاه يتقن الصلاه ولكن في الدار كيجي ب 160 في الكونتور الله وكتك تك 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 غير يكمل. هذا خطا. لا خصنا نغيرو كما كتصلي في الجامع وكتصلي في الدار بحال بحال. ماشي من كيشوفوك الناس كتحسن الصلاه من كتكون في الدار لا تحسن الصلاه. لا بحال بحال لان تصلي لمن؟ لله جل وعلا. اذا مقياس الايمان في وقت الخلاء من كتعرض عليك شيء معصيه. ولهذا الله عز وجل اعطى لهم واحد الجائزه من السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله. شنو قال؟ ورجل شوف شوف على مغريات ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله في الوقت المناسب. وتتصور وحده جميله عندها فلوس
وهي اللي غتصدعك وانت شاب يافع، شنو غتقول؟ إني أخاف الله. هذه التي نحتاج، إني أخاف الله. يوسف عليه السلام يقول ابن القيم أهل العلم أنه هو أعزب شاب عبد اشتري بالدراهم معدودة، غريب من البلد في بيت العزيز ومع امرأة العزيز. امرأة العزيز لا بد أن تكون ماذا؟ جميلة. ما يمكنش واحد شي نيش غاسة الرئيس نيغ الملك أغاسي ثمغات شوي وها اتخذت غاني صبحا جميلة، اسمعوا مزيان، وفي بيتها وجدت رصتها تسجدق في النس زوقيق في النس تبلع فوه بإحكام وغلقت الأبواب. ثم قال هيت لك أو هيئت لك، رواية قراءة عفوا. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ معاذ الله في الوقت المناسب. هذه اللي محتاجين إخواني، معاذ الله. إلا جالك شي واحد شي معصية قل له معاذ الله، عتلك رشوة معاذ الله، عتلك الدخان قل له معاذ الله، يلا نديروا شي حاجة معاذ الله. خصنا نتعلموها، نعلموا الأولاد نتاعنا معاذ الله. باغي نشوف هذا الفيسبوك هذا التصور معاذ الله، باغي اليوتيوب معاذ الله، وغير انت واليوتيوب معاذ الله. والله تستشعر لذة الطاعة، تستشعرها بقلبك، أتحس بالطاعة من ربي سبحانه وتعالى. أتم بهذه القصة. عبد الله بن عمر ذهب إلى الصحراء وأخذ شيء من الأكل في كيس المكلة، هو أقرب في القصة. فمر عليه راعي غنم، دز عليه واحد راعي الغنم يعني خاسو نيتشي أمكسة كيس البهايم، فحط في نهار شديد الحرارة، دي النهار تغلي تحمل الطاس وطويل مع هذا جيران، وفي الصحراء تصور. من حيث الماكلة ذاك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهما وعن جميع الصحابة، قال ذاك الراعي تعال إن سواحك نفسه تعال تأكل معي. فقال الراعي إني صائم. إني صائم، فأنه قتال. عبد الله بن عمر استغرب كيفش هذا راعي الغنم، والراعي من أصعب الأعمال، يعاشى استمر تمارا الصحراء الرمضاء فوش من هذا الجراء يزوم، لا يمكن الناس مثلا الامتحان عندي الامتحان. قال له يا راعي او كما ما عرف كيفاش سماه، فقال له شوف اعطيني واحد الشات، دابا غادي يعطي له مغريات، انتبهوا اعطيني واحد الشات شي جحوري نذبحوها اش نغاز ونسلخوها تنسرق ونشويوها تنشوى وناكلها غناكلها، ثم اعطيك ثمنها اش بشق ثمن النس اعطيك الثمن ديالها. فقال اذا لست مول الاغنام، قال لك فين هي الشات؟ قل لها اكلها الذئب، ماليش تشموري بابي حوريين من جاء حوريني ايزي الشيتو يفيس. ماذا قال الراعي؟ مباشرة قال وأين الله، مباشرة قلبه معلق بالله عز وجل، وأين الله؟ ابن عمر انتفض ماض من ذيك الماكلة كيف مشى في الصحراء وكيغوت، وأين الله وأين الله وأين الله؟ هذه اللي محتاجينها احنا يا. لو سألنا أين الله في بيوتنا، أين الله في بيوتنا؟ هل نتقي الله عز وجل فقط في بيوتنا؟ أحيانا نرى المنكرات في بيوتنا مع أزواجنا مع أبنائنا مع بناتنا، ونرى المنكرات في بيوتنا ولا نستطيع أن نحرك شيئا. أين الله في بيوتنا؟ من جسي العرب اللي هدري النظر فمغا تصرح إذا نغا تلفازة واستقاد ولو فحن جاء تتصور إقاس واستقاد ولو حن جاء يفوت تحفيثين وسمن دقني موضة يفضل عوايد زج واستقاد ولو وزمة الهزد. أين الله؟ في بيوتي. وجق القاعدة نحن من غلاء بالتي هي أحسن، وجق نعود ذلك من غلاء. من يحتاج وقت، يحتاج إلى وقت واللين والحب. أنا كنقول دائما الأبناء ديالكم والأبناء ديالنا محتاجين للحب صاحبي، أحتاج الولد صغير ذار عن هذه الصدم. ومع الأسف عندنا واحد النفرة بين أبنائنا، وهذا موضوع آخر إلى كتاب لنا شي لقاء نهضروا على تربية الأبناء. أخصنا عن أولادنا ذن الصدمة ذن ذارة قوي، يحتاج من يحتاج
تغريز يجيت ربي سبحانه وتعالى بقلوبهم أو كشاش صح. فأين الله في بيوتنا؟ كتلقى واحد المرأة ديالو ما كتصليش عادي، ولكن إلا دارت الحريرة شوية ديال الملح يدابس، هذه من خط حرة نقارش يشتري في نوات من غابوق حرة من غير صلاة سحرة خليها ما عليش دنيا هانية وخا ما كليت، ولكن تصلي الفجر تصلي النوافل. كاين بعض الناس اللي كيظلم الازواج نتاعهم كيعطي له الماكله ويعطيها الماكله ودخل الكوزينه وصافي طيب وصافي كيعمر عاود هو ملي كي مول العصر كيعشق يعشق كلشي ما راهي زريا زرو صغير التفاحه في ديسو غيدخل الكوزينه والمراه عاود نهار نهار حتى المراه عندها الحق صاحبي العباده عندها الحق تذكر الله عز وجل عندها الحق تقرا قران عندها الحق في النوافل عندها الحق تصدق عندها الحق عندها الحق عندها وعنا اش كوشيت في الكوزينه قاتلني اش توجد حايد لا انا كنقول النساء الا راهم نساء غنحرض عليكم النساء اليوم اذا كان هذا الذي مغارين تنتيجوا مع الماكله مره الماكله في ثلاث ايام واحد المره في ثلاث ايام لان شهر ماشي ديال الماكله كما قلنا شهر ماذا العباده الطاعه اين الله في بيوتنا اين الله في شوارعنا ثم لكريستين اين الله في شوارعنا أين الله في تجارتنا الغش والخداع والتدليس أين الله ها؟ أين الله في مدارسنا أين الله في جامعاتنا أين الله في مستشفياتنا أباك صاحبي دوز من الهين دهن السيليسي أو در قهوة أتعزو ذاتك السكاني ها مشكلة أين الله في مستشفياتنا أين الرحمة صاحبي أين الرحمة أين الله في شواطئنا ما تقدرش تخرج على برا ما تقدرش تمشي حتى احنا يبغينا نتنزل بغينا نمشي للبحر واش تبقى ما تجيبش الحنجر ايوا حتى انا نعرفش نربح قاضي ما نعرفش قاضي عندنا نربح ما نقدرش ندخل للبحر اين الله في نقولها اين الله في بيوت مساجد في مساجدنا يا الله كاين الناس اللي لا يتقون الله عز وجل في المسجد صحيح كاين الناس اللي كيدبجوا في المسجد وخليونا حرمة في المسجد صاحبي هذا بيت الله اتقوا الله في بيوت الله حتى أقولها صراحة أين الله على منابرنا كاين بعض الناس اللي يتعلم المنابر مع الأسف الشديد لا يتقي الله عز وجل يريد مصلحة نفسي عياذا بالله أين الله أن يتقي الله سبحانه وتعالى وفي كل شيء لا بد أن نغير من حياتنا أن نغير من أخلاقنا أن نغير من سلوكنا فهو شهر التغيير الله كم شحال الناس ربما ما أدري لا أدري ربما كاين بعض الناس أي مسجد إلا وكاين ربعة خمسة الناس ما كيدبزو ما كيهضرش واحد ما كيهضر مع الآخر ونحن في شهر التغيير ماني ما نروحش المسجد تيزلي سبعة خمسة يقولون وتمنغان وتسمسي ويرد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن يجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا وخير من يبدأ بالسلام ولا يجوز مش حد الناس ما كيهضروش والنبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر اخاه سنه كسفك دمه بحال اللي قتلوه اخميك الاذم منين غير عياذا بالله مش حد سمعنا الان ما كيهضرش مع الدار مع البنو مش حد سال الباب باش يسيو لك ميس ويسيو لك سمغات الناس ويسيو لك الجيران ويسيو لك يتماس وحنا مسلمين صح لابد ان نغير ان نغير صاحبي نبدل كاين الاب ما كيهضرش مع ابن مع الاولاد نتاعهم كاين الاب ما كيهضرش مع الازواج نتاعهم واحد كينعس هي وحده كتنعس فينا صاحبي ما كنغدي الغاب فينا صاحبي ما كيهضرش مع اولادو على امور تافهه ما كيهضرش مع الجيران ديالو وعياذ بالله كيدخل واحد جوج ديال الناس كيدخلوا من الجامع واحد كيصلي ليه واحد كيصلي ليه علاش جيتي تصلي الا من اتى الله بقلب سليم النبي صلى الله عليه وسلم قال خير من يبدأ بالسلام لا تباغضوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله ماذا إخوانا صح أني اليوم ذي خسن غنغية واش بغينا واش تغيرون من تغيروا خسنا نتغيروا كاين شي واحد من دابز هنايا غير نودي تغير معاكم يلا نثبت عملي باش انت من غنى الكلام صرحا كاين شي جوج هنايا مدابزين نودي تصلحوا وخيرهم من يبدا بالسلام والله لو ناض افضل فائده غنديرها افضل حاجه اللي غنفرح بها هي يلا شكون هذا شكون قال انا كما كيقولوا
كاين شي واحد مدابز مع اخوه، كاين شي واحد مدابز مع السي رشيد، كاين شي واحد مدابز مع السي عبد الكريم. انا بداو بالناس اللي كان عندهم ما يتعدى خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله